دائما كانت هنالك أسئلة، والغريب أن هذه الأسئلة تعود مرة أخرى حول مقاييس الإنتاج، اختيار الممثلين، الأعمال، النصوص وغيرها. وتذكرون العام الماضي كان هنالك يعني قضية تتعلق بممثل شاب أحرق جميع شهاداته الفنية لأنه أحس بالتهميش وعدم وجود أي منافسة نظيفة للعمل الفني في الجزائر. والمشكلة تكررت مرة أخرى مع هذه السنة، وهو نفس الممثل الذي يعود ليطرح هذه الإشكالية. معنا عبر الهاتف الممثل العربي بومدين. بومدين، مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور الأخ بعد عليك، وإلى كل مشاهدي قناة الشروق تي في، وإلى كل رجال الخفاء المتوازين معك. مرحبا بك العربي. طيب، يبدو العربي بأن المسألة تبدلت فقط في رقم السنة 2021-2022، يعني لماذا قلت بأن الظروف هي والتهميش ما يزال قائما في الوسط الفني الجزائري؟ نعم، العام اللي فات بعد ما حرقت الشهادة تاوعي وكان الفيديو دار ضجة كبيرة، اتصلوا بي العديد من المنتجين والمخرجين وكانوا وعدوني باش في 2022 رمضان 2022 تكون لي فرصة طبعا، لكن وعود ربما أقول كاذبة. كتبت على صفحتي على الفيسبوك نفس السيناريو 2021 يتكرر. يعني سيناريو تاع فيلم كابوس يتكرر. نعم. طيب، العام اللي فات بعدما قمت بحرق شهاداتك، يعني شفنا بأنه بعض المنتجين أو المخرجين اتصلوا بك. هنا السؤال، لماذا واش تغير؟ هل لأنك عدت إلى ولايتك؟ أنت من تيار طبعا حتى يعرف المشاهدين، هل هنالك مقاييس أن من يبقون في العاصمة يمثلون ويجدون عملا ومن هم في الجزائر العميقة لا يجدون؟ حكينا التفاصيل العربية. هي المشكل الأول، ربما احنا تاع مناطق الظل محقورين على حسب ما نشوف في كل المجالات طبعا، ماشي غير في مجال الفن. ربما أنا نسكن في ولاية ياض طبعا، في دائرة فرندا اللي تبعد على ولاية ياض 50 كيلومتر. وثاني مشكل اللي نشوف فيه هو مشكل غياب الكاستينج. رانا نشوفه في العديد، كاين لي بروجي بزاف لي سيت كوم وكاع، بصح ما كاش كاستينج، هذا هو المشكل. كاين منتج او مخرج، هذا يجيب صاحبه، هذا يجيب واحد يعرفه، نفس ليكيب، ابور ما ينجموش يعطوك فرصه انت جديد، كل واحد راه داير الفرقه تاعه يخدم معاه، هذا هو المشكل تاعه. يعني المشكل الاساسي هو الشله التي تطرح دائما، الجماعه، انه كل مخرج او منتج عنده اصدقاء يوظفهم في الاعمال الفنيه دائما. يا يعطيك الصحة، هذا هو الإشكال، لازم يكون كاستينج. من يكون كاين كاستينج يختاروا الفنانين، وربما تقول لا عندك قدرات وتاكل على روحك كما نقولوا احنا بالعامية، تكون عندك فرصة. طيب العربي، هاد السنة ما كانش كاين ولا كاستينج، يعني ما كانش ولا عمل طرح كاستينج؟ إلى حد الآن مازال ما سمعت ولا بكاستينج. إلى حد الساعة مازال ما سمعت. راني نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي باللي كاين العديد من لي بروجي اللي بداو تورناج، ولكن ما شفتش كاستينغ وما كانش لي تاثر بيا، لا انا ولا العديد من الفنانين. طبعا مانيش نهضر غير على روحي باش الناس ما تنتقدناش، كاين بزاف اللي ما عطاوهمش الفرصه، ماشي غير انا. طيب المساله، هو انت تكلمت وهنالك ممثلون يتكلمون وربما يعاقبون لانهم يتكلمون فيتم ابعادهم، البعض يقول هذا يدير طوايش، هذا يدير مشاكل، فيبعدون عن الاعمال، ولكن تعرف بان المنتجين الخواص احيانا عندهم مقاييس نتاعهم. هل هنالك مسؤوليه للدوله في توزيع عادل للاعمال في ظل غياب نقابه اعتقد ايضا للفنانين تدافع عنهم العربي؟ اولا يجب ان يكون قانون يحمي الفنان، من نهضروا على وزاره الثقافه، يجب ان يكون قانون يحمي الفنان. نطالب بهذا القانون ونتلقى في المقابل وعود لم تحقق بعد، وهناك كثير من الفنانين منهم من مات دون ان ينال حقه في الجزائر. يطبق عليه القانون كي كان حي مشتاق تمرة وكي مات على القولة عرجون كما نقولوا المثل الشعبي. احنا رانا كفنانين نطالب بنقابة مستقلة تدافع عن حقوق الفنانين. هناك العديد من المحاولات لتنظيم هيئة لكن دائما تؤدي إلى الفشل. هذه هي استقادة ربما. طيب هل أحيانا تلوم نفسك العربي بمدين في أنه
ما نقولش فشلت ولكن لم تتمكن من إقامة علاقات مع المنتجين مع بعض الكتاب ولا المخرجين باش يعيطوا لك كل سنة، أم أن يعني الأبواب تبدو مغلقة واللاعب يبدو محدود على البعض فقط؟ نعم كاين، لا ماشي كاع كيما العام اللي فات، ربما كاين الأخ العام اللي فات شناك مع أمين بومدين. نعم أمين بومدين شكرا على الفرصة، وكان وعدني أنه أي بروجي يبدأ فيه نكون معاه 100%، نشكرا. وكان كاين فنانين منهم أيضا محمد خاساني تلاقيت به في ولاية وهران وعدني باش نكون معاه ولكن مازال ما اتصلت بيا. كاين بزاف من بينهم أيضا سليم قالك أيضا جاء عندي هنا وين نسكن مدينة فرندا، راه عندها حوالي واحد الشهر ولا ثاني، قال لي ما كاش مشكل كاش ما يكون في رمضان ان شاء الله نتصل به، ولكن الى حد الساعه ما كان والو. ربما قلت لي ندمت، نعم ندمت لانني اختاريت هذا المجال. ربما كون شفت مجال واحد اخر لو كان راني ناجح. وطبعا هذا الندم شيء مؤسف، ولكن انت ايضا قمت بحرق حتى شهاداتك العام اللي فات، ويبدو بأن لا شيء تغير رغم كل المحاولات الجدية أنت وغيرك طبعا من الممثلين الذين يعانون التهميش. شكرا لك العربي بومدين الممثل، وإن شاء الله تكون عندنا فرصة لمناقشة هذا الموضوع بشكل واسع في الأيام القادمة. إن شاء الله عن قريب نجي نزوركم. شكرا لك، شكرا إلى كل الناس اللي كانت تشوفينا الآن. مرحبا بك العربي، شكرا.